نلتقي بواحد من رواد الفن المعتزل بقضايا الأمة والإنسانية. إنه الفنان كمال خليل، رئيس فرقة بلدنا، وهي فرقة متميزة تم تأسيسها قبل ما يزيد على 42 عاما، وقدمت الكثير مما درج على ألسنة الناس وصار جزءا من الذاكرة الشعبية للقضية الفلسطينية بأبعادها المحلية والعربية والإنسانية. نحن في رابطة الكتاب الأردنيين فرع جرش نعبر اليوم عن تقديرنا للفن الملتزم بقضايا الأمة والإنسانية ممثلا بفرقة بلدنا، والنابع من جذورنا العميقة الممتدة في أرضنا العربية وحرفنا العربي الخالد الذي لا بد سينتصر يوما على الضعف والسخف والانهزام. يقدم لنا الفنان كمال خليل نبذة تعريفية عن ظروف تأسيس فرقة بلدنا وأهم إنجازاتها، وبعد ذلك سنستمع إلى وصلة غنائية، فليتفضل. مشكورا. مساء الخير. مساء النور. بداية كما ذكرت أعيد الشكر الجزيل لعرض الكتاب فرج على هذه الاستضافة الكريمة وهذه اللفتة الكريمة والجميلة أيضا باللقاء بأهلي وأحبائي في جرش للحديث عن فرقة بلدنا، نشأتها وتأسيسها، ويعني نبذي عن مسيرتها خلال 42 سنة اللي مروا من عمر الفرقة. الفرقة تأسست في ظروف يعني الأغنية بشكل عام في الفترة هذيك، سواء كانت الأردنية أو الفلسطينية، يعني تخطو يعني خطواتها الأولى. إذا استثنينا بعض التجارب لمجموعة من الفنانين اللي شكلوا انطلاق يعني الأغنية الأردنية في بداية السبعينات، من الأسماء المعروفة محمد وهيب وصبحي محمود، ومن هاي الأسماء اللي كانت فؤاد حجازي، طبعا سبقهم بهذا الكلام الفنان توفيق النمري وجميل العاص. كان في يعني بداية انطلاقة للأغنية في الأردن، لكن في الجانب الفلسطيني الأغنية كانت ما زالت تحبو باستثناء بعض التجارب الشعبية، المغنيين الحداية، المغنيين الشعبيين، يعني بعض الأسماء واللي ما أخذت شهرتها في تلك الفترة. ففي هذه الفترة يعني لما انطلقنا كان الهدف تقديم أغنية مختلفة عن الأغنية السائدة، الأغنية العاطفية، أغنية الحب والشكوى من هجر الحبيب، يعني هاي الأغاني اللي بتحكي في الهم الشخصي فقط. احنا أصحاب قضية عادلة، قضية بدها كل طاقاتنا تكون يعني مكرسة لهاي القضية. وبالنظر يعني للخارطة الفنية في تلك الفترة في الجانب الفلسطيني كان يعني العدد قليل من الفنانين اللي يعني انبروا لهاي القضية، علشان يكون في يعني بما يعني يتناسب مع ما كان القوة العسكرية الفلسطينية في هذه الفترة. قوة الثورة كانت في أوجها في لبنان، كانت الثورة تقارع العدو بشكل يومي، لكن على الجبهة الثقافية إذا أخذنا الشعر والأدب
بشكل عام، من رواية من قصة من شعر، كان في تطور كبير وكان في نقلة كبيرة، كان في أسماء وصلت العالمية بهذيك الفترة. إذا بدنا نذكر محمود درويش وسميع القاسم وتوفيق الرياض، وفي في الرواية وفي القصة رسام كنفاني وماجد أبو شراب، أسماء كبيرة كانت واصلة لمرحلة كبيرة في هذيك الفترة. لكن على صعيد الموسيقى والأغنية لا، كان في تجارب عم تتشكل. فرقة العاشقين بهذيك الفترة، أسماء مثل أبو عرب الله يرحمه، وبعض الأسماء اللي في الداخل كانت برضو تتشكل من خلال فرقة الفنون الشعبية اللي في رام الله، علشان تقدم إشي يخدم القضية بالذات اللي إحنا بالأساس كانت أسست من أجل ذلك. كان لابد من تحديد مسار الفرقة، الموضوعات اللي بتتناولها، وكمان يعني طريقة تناولها لهاي الموضوعات، والاتصال بالناس من خلال الحفلات، كيف توصل أغنيتك للناس. الخط الأول تحت الفرقة كان أنه تكون هاي الأغنية رديف للبندقية، يعني هي شكلها شكل فني، الأغنية بالآخر وبدها تحمل كل ميزات الأغنية، كل مقومات الأغنية، لكنها بالأساس هي رسالة وطنية، رسالة مقاومة لاحتلال غاصب اغتصب أرضك واغتصب وطنك. تم الاتصال بمجموعة من الشعراء، وللمصادفة الجميلة أنه أول الداعمين للفرقة كانت هي رابطة الكتاب الأردنية، ممثلة بمجموعة من الشعراء اللي يعني قدموا كل الدعم في هذيك الفترة لما إحنا طلبنا منهم التعاون معنا من أجل أنه نعمل أغاني. فكل الشعراء يعني ما قصروا، قدموا لنا أشعارهم وقصائدهم وأغانيهم اللي شكلت البذرة الأولى لانطلاق بلدنا في عام 67. وكانت الحفلة الأولى، حفلة انطلاقتنا، برضو انطلقت من رابط الكتاب في عمان، وبقفوا معنا شعراء يعني الأسماء البارزة في هذه الفترة، كان أولهم غسان زقطان، كان هو يعني شريك الفرقة مع أخوه مضاح زقطان اللي هو يعني صاحب الفكرة أصلاً. فكان يعني قدم مجموعة كبيرة من القصائد والأغاني العامية اللي غنيناها في البداية. أيضاً الشاعر إبراهيم مصر الله قدم مجموعة من قصائد، الشاعر رزق أبو زيني، الشاعر المرحوم عبد الله رضوان، الشاعر محمد الطاهر. فكان يعني كوكبة من الشعراء كانوا هم لهم يعني الفضل في انطلاقتنا الأولى لمجموعة من الأغاني اللي شدت الناس كثير، وشكلت يعني ومضة وبريق اللي كان ساعد كثير بأنه الناس تتبع شو هذول شو بغنوا. هذا مكان يعني بداية انطلاق الفرقة. شقت الفرقة طريقها في هذا الإطار، اختارت أنه تقدم أغنية للتاريخ، ما تكونش أغنية بنت لحظتها، أغنية مناسبة اللي مع المناسبة الناس تنساها تختفي، لا، تقدم أغنية طالما القضية قائمة، طالما الاحتلال موجود، طالما البلاد محتلة، طالما الأغنية هاي حاضرة وطريقة، أغنية تحمل موقف، عشان هيك الأغنية بتستمر، مش أغنية بتحتفل بمناسبة أو بتخلي المناسبة أو شخص. الأغنية تحمل موقف مادام الاحتلال موجود، لذلك هاي الأغنية بتستمر كل هاي الفترة. أغاني عملناها بداية الثمانينات ما زالت حية لغاية الآن وتطلب، ويعني المشاهدات على اليوتيوب
اليوتيوب مئات الالوف وتشاهد يعني المتابع لليوتيوب تشاهد الاغنية تشاهد يوميا اغاني الناس على طول تطلبها في الحفلات وفي اللقاءات اللي بنعملها بنكون محضرين برنامج اغاني جديدة لانه الناس بتوقف بتطالب بهاي الاغاني انها تسمعها لانه هاي الاغاني ما زالت حية اخترنا انه نقدم موقف مقاوم موقف ندي للعدو هذا العدو اختارك انت ليأخذ بلدك ويهجرك منها فانت بدك تكون ند هذا العدو علشان تقدر ترجع ارضك اذا مش هسه اكيد لقدام بس اللي بدك تزرعه في ابنك في اجيالك القادمه واللي بدك برضه تفرجيه لعدوك عن حجم قدرتك انت على مقاومه هذا العدو يمكن بالمقاييس العسكريه يعني اي معركه بخوضها جيشين واحد بده يفوز واحد بده ينهزم في اي معركه في الرياضيه والاقتصاديه مصير هزائم وبتضل الشعوب بتكونش الهزيمه الكبيره لهي الشعوب بترد يعني تستعيد قوتها وتلم حالها وترجع وتحارب وتنتصر لكن على الجبهة الثقافية إذا هزم أي شعب على الجبهة الثقافية فهي هزيمة الأخيرة هذا يعني أنه هذا الشعب انتهى ما عدوش وهذا اللي كان براهن عليه أعدائنا قادتهم شامير كان بيقول الكبار بموتوا والصغار بينسوا اللي مجننهم حاليا أنه الكبار ماتوا والصغار ما زالوا مش ناسين وما زالوا يقاوموا في الوقت اللي هم في جيل كامل الآن قدام الجيش الإسرائيلي جيل تربى في أوسلو تربى على اتفاقية أوسلو وتربى على إنه في صلح في معادلة في تنسيخ أمني ومع ذلك هذا الجيل ما تقبل الاحتلال وما زال يقاوم هذا هو اللي خلينا إحنا نفكر قلبنا نكون مصرين على إنه هاي الأغنية لها جدوى وجدوى كبيرة وأهميتها قد تفوق أهمية البندقية في اللحظة اللي تم تغييب البندقية من خلال المعاهدات السلمية اللي صارت وتم توقيعها وتم الاتفاق عليها وتم الإذعان إلها إلا أنه عن جبهة ثقافية ما لازم نترك لعدونا أي ثغرة يدخل من خلالها وتكون مقاومتنا لإله بكل تفاصيل يعني العملية الثقافية سواء كانت بالأدب بالموسيقى بالفنون بالفن التشكيلي حتى بالأكلات الشعبية بغرزة الثوب في كل هذه التفاصيل مقاومتنا لعدونا تبقي على طول يعني مندود وبعيد عن تحقيق الانتصار النهائي علينا ولذلك كانت يعني هاي الأغنية هذا الأساس يعني حطناه في الأمام يعني واللي اشتغلنا عليه من انطلاق الفرقة لغاية هاي اللحظة يعني حابب نسمع شوية أغاني أكثر من الحكي يمكن يعني اللي قدمته هذا يعني أعطاكم فكرة عن الفرقة وشو منفكر يعني لما احنا غنينا هاي الأغاني خلينا نسمعكم الأغاني ونربط بعدين جميل كمال خلي الأغاني مثلاً اللي هي على مارش إذا انسلخت الأمة عن ثقافتها يعني أصبح بيشوف أنت الوقت الحالي كيف إنه مثلاً كل الأمم تعود إلى التراث إلى بعض يعني كمان يعني أنتوا بتحاربوا الله يعينكم بتحاربوا على جبهتين بين جبهة التمسك بالتراث والأغنية مثلاً العربية أو اللغة الأغنية الفلسطينية اللي بتكون فيها مثلاً روح المقاومة لأن بدك تبحث إنه أنا هيني موجود وبين عملية مثلاً اللي هو الأشياء اللي بسموها الحداثة اللي صارت تدخل مثلاً ضمن الأجيال الحديثة حالياً اللي صار إلى النراب والجاز والأغاني حتى اللي بعيد عن اللغة العربية يعني أنا مع الأغنية الشعبية لأنها تبقيتي على يعني على اتصال إنك أنت عربي أو أن أنت مقاوم يعني سواء كان في يعني أنا بعرف مثلاً بأمور التراث الفلسطيني الجبرة ويا زريف الطول وعلى دلعونا حتى لو كانت أغاني بلاد الشام كاملة هاي مثلاً أو أنت ما تفضلت ما كان في مثلاً فرق مثلاً موجودة رغم انه كان مثلا الاغاني الشعبيه اللي بدنا نجي ناخذ بها المناسبات الفلسطينيه والمناسبات الاردنيه والمناسبات العربيه دائما تاخذ دائما من طابع التراث دائما لما بكون اللحن يعني بعض مرات مش شرط اني اجيب لحن جديد لكن في
الحان تبقى راسخه كامله يعني. يعني جزء احنا من الاغاني تبعات ايام ثوره القسام اللي هو يعني خلينا نسميها نظام الشنق ولا هذول، ظلت بعض الاغاني يعني جزء حفظوها اجدادنا احنا جزء سمعنا منها شذرات صغيره. لكن انا ما انه عمليه انه الاغاني اللي بتتاخذها بلدنا دائما تكون على نغم اللحن اللي بيكون ماخوذ من التراث الفلسطيني ومن التراث العربي، بحيث انه يضل راسخ اكثر من اللحن الجديد يعني. يعني احياء التراث. نعم احنا هاي المساله ما اغفلناها، العكس واعطيناها اهتمام كبير، بحيث انه تقريبا ربع الاغاني يعني في تاريخنا حوالي 100 اغنيه، تقريبا حوالي 20 اغنيه من التراث الشامي يعني السوري. نعم. بس عدنا صياغتها بكلام يتوافق مع المرحله. ما اغفلنا هذه القصه ومجموعه كبيره من الاغاني اللي قدمناها خلال مسيرتنا اللي هي لحنها تراثي يعني. لا ندعي اللحن هو اللحن كما تناقلته الاجيال وكما سمعنا من جداتنا وامهاتنا قدمناه، انما بالمضمون الحديث. فلسطينيين عربيين هذا الشيء المفروض يعني، لكن ده سؤال عن البدايات، التلقي الشعبي الرسمي لفتح بلدنا كيف كان؟ ردة فعل الشعبية والرسمية. هو هذا كان السبب الأبرز في أن الفرقة استمرت كل هالفترة 40 سنة تحكي، لأنه كان في الفرقة ما كانتش يعني حالة فردية، بالعكس اللي خدم الفرقة في هذه الفترة الفرقة كان حالة شعبية، كل الناس التفت حول الفرقة وقدم، كل واحد كان يقدم كل شيء يقدر عليه من أجل الفرقة. الشاعر قدم لنا قصائد، اللي بيعزف عزف معنا، اللي بغني غنى معنا، عشرات الشباب الصبايا اللي كانوا أعضاء بالفرقة سواء كانوا بيغنوا أو بيكتبوا أو بيكتبونا أو بينسقونا حفلات أو بيرتبونا أو بعملية تسويق الكاسيتات لما كان الكاسيت هو الموجود قبل ما يطلع السي دي. بتحكي عن مئات يعني الأشخاص اللي كان لهم علاقة بالفرقة وعلاقة فاعلة، وهي هي زي ما حكيت إنه الأهم عنصر اللي كان سبب إنه الفرقة تستمر هاي الفترة الطويلة وتظل موجودة لغاية الآن لسه في نات لغاية الآن. فكانت هي بالعكس فرقة الجماهير كلها. الله يعطيك العافية. بدي أثر الفرقة على الداخل الفلسطيني، على الداخل الثوري، الشاب الفلسطيني اللي داخل فلسطين، شو اثرها؟ احنا في اغاني كثير يعني صارت على مستوى الوطن العربي، منتصب القامه امشي، اخذت امتداد على مساحه الوطن العربي بشكل كثير واسع وبشكل كثير ايجابي على الناس. الان اثر فرقتكم انتم على الداخل الفلسطيني. يعني ابرز شيء ممكن يجاوب على سؤالك انه الاغاني كانت يعني موجوده في كل المهرجانات، يعني الفنانين الفلسطينيين او القامه في الداخل، الفنان وليد عبد السلام في فرقة الفنون لما كانوا بيعملوا المهرجانات في الداخل، أول شيء كانوا بغنوا أغنيات فرقة بلدنا، وحتى في المظاهرات كانت الأغاني موجودة كهتافات يهتفونها في أثناء المظاهرات. وأبرز شيء كان في نصب تذكاري، نصب للشهداء في وسط مدينة نابلس، مكتوب عليه بيت شعر من إحدى أغانينا بلدنا، هذه كلمتها في وجه الموت. إن كان في مجال نسمع الكلمات شعرا قبل لحنا اللي بدك تغنيها. طيب بس قبل الفقرة الغنائية، يعني يسعدنا في رابطة البتال الأردنية فرع جرش أن يقدم درع فرع الرابطة في جرش بفرقة بلدنا ممثلة بالفنان كمال خليل. شكرا. أدعو جميل كانت الأغنية الأولى اللي لحناها للشاعر إبراهيم مصر الله، واللي استمر معنا لغاية الآن في تقديم يعني
كلماته سواء كان بالعامية بالدارجة أو بالفصحى. كانت هاي القصيدة فصحى من بدايات الأغاني غنيناها في السبعينات. إذا تفضل الأستاذ طول، بتقول علمونا كيف نصنع من ظلام الليل شعلة، علمونا كيف نجني من جراح القلب فلة، علمونا كيف نجعل نبضة القلب قنابل، علمونا كيف نأكل خبزنا بالدم مغموسا لنحيا، لا لنحيا بل لكي نبقى نقاتل. فريدة بأنه يعني مش الفلسطيني لحاله بس في المعركة، فلسطيني مع الأردن ومع السوري ومع مصر ومع تونس ومع حتى من يعني الجزائري من كل الدول، حتى من دول آسيا ومن دول أمريكا اللاتينية كانوا موجودين. كان في حادث فريد أنه في لما صار التعبئة في 82 بعد الغزو الصهيوني إلى لبنان، الشباب نزلوا من روسيا ومن بلغاريا ومن من كل الدول اللي كانوا بيدرسوا فيها، وكان شاب من الكرك الشهيد أحمد بن هلال المجالي برضو يعني لما نادى الثورة التحق بالثورة واستشهد في أثناء مقاومته للاحتلال في جنوب لبنان. فكان في أغنية للشهيد أحمد المجالي من الأغاني اللي يعني أخذت صدى كبير وما زالت يعني الناس تطلب وتسمعها لغاية الآن. نحن نسمع ما يرفع الراس إلا مجدود.
عزتك والدم ايش الدم لو كان انحبس ما كان مهره في الحروب ومهرته الصبايا يتباهوا بجدايلهم طويلة تلف جديلتها على إيدها على
على دائرة الجبال وتنزل ترقص وتلوح في جبائلها اللي هم زي الحية، تكون تلوح أشعار الحية على يديها. أخذنا هذا القالب الموسيقي زي ما هو وأضفنا له، يعني بنينا عليه أغنية من كلمات الشاعر إبراهيم مصطفى. I'm not afraid.
حكا وبغداد وسوريا نغني للنيل العربي نغني للنيل العربي نغني لجبل عجلون نغني الشعب المرفوع في بس وفي مرجع يوم ونبلاد الثورة الكون أي الشهداء شعب بحال أي الشهداء شعب بحال بدل الواحد في مليون بدل الواحد في مليون بدل الواحد في مليون أنا سعيد ما شاء الله ما شاء الله يعني شكرا كبير لاخونا صالح النبالي وشكرا لحضوركم احنا سعداء يا ابو احمد والسؤال كل الشكر والتقدير حقيقه لضيفنا شرفتنا في الرابطه وفي بلده الرشايد الشرفه الطيبه ورائعه حقيقه هاي البساطه اللي الصوت بيطلع فورا من العود للقلب بدون يعني لا تحسينات صوتيه ولا احيانا بجوز هاي التحسينات الصوتيه بجوز تعبوا اكثر مني بجوز بتبلغ يعني بتكلف الاف الدنانير حتى يصل الصوت وحقيقه هي بتكون كلمات يعني تميل الى الميوعه واللي اللي سببت خراب بيوت الناس يكون دافعين عليها الاف الدنانير حقيقه هاي البساطه اللي من ميكروفون بسيط من عود تصل الى القلب بكلماتها الراقيه ذات مدلول وذات معنى حقيقه وبتوقفنا حقيقة بتخلي كل واحد يقف وقفة طويلة مع نفسه ومع تاريخه تاريخ بلده وتاريخ القضية وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حقيقة أنا بقول أبى من أبى وشاء من شاء هي قضية عربية قوية لا يمكن بيوم من الأيام مهما يعني فعل المغرضون ومهما عمل ومهما قالوا هي قضية عربية قومية إلى يوم الدين إن شاء الله ما شاء الله يعني اللي ثابتين على هذا الموقف رايحين هم يكسبوا في النهايه باذن الله فبكرر شكري لك للدكتور علي اللي اتحفنا حقيقه واستضافك في بلده الرشايده سؤالي عن الهيكل التنظيمي هل يوجد يعني هيكل تنظيمي للفرقه يعني من مطربين خلينا نقول من ضمن هذه الفرقه اسماء مطربين هو الصحيح انه انا العنصر الاساسي في الفرقه وانا الوحيد اللي استمر من يعني من نشاتها لغايه الان انا تعاقب عليها عدد كبير من سواء كانوا يعني بدايه من انطلاقنا كانوا حوالي 30 طفل وطفله لغايه اعمار من 8 الى 12 سنه بعدين اخذت الشكل انه شويه كان هذا فتره ما كانوا يعني نشاط صيفي للاطفال في نادي للاطفال الصيفي بعدين بتبلش المدارس بصيروا الناس بسحبوا اولادهم وركزوا على الدراسه اكثر فبيصغر لغايه ما اصفت على اسرتي انا واخواني كان لي اخوان اطفال لسه اخوتي هذيك الفتره وواحد فيهم يعني ناقش في الثانويه صفت هي يعني القوام الاساسي للفرقه هلا يدخل علينا من اصدقاء يستمروا معنا اسالي سنتين ويروحوا الطلاب مثلا يكونوا بدرسوا في الجامعات الأردنية أو في الكليات يشتركوا معنا سنتين أو أربع سنين وبعدين يرجعوا اللي يكون جاي من الكويت أو من السعودية يرجعوا لأهليهم بالآخر ظلت الفرقة يعني حتى بالآخر إخواني أنا واحد ظل في البرازيل لما رحنا على البرازيل وواحد ظل في أمريكا لما رحنا على أمريكا فرجعت لحالي كانوا نادي كبروا عندي ثلاث أولاد وثلاث بنات وكلهم يعني أصواتهم بيعزفوا بيغنوا البنات بيغنوا والأولاد بيعزفوا بالآخر صفت على أنا وأولادي يعني من 2003 حالي لغاية الآن صفت على أنا وأولادي الآن البنات يعني كبروا وفنيا استقلوا عندي بنتين يعني كانوا في السنة بالمهرجان جرى شاركوا مثال كمال وهيفا كمال ولهم حضورهم بشكل يعني مستقل بعيدا عن الفرقه مع الفرقه هم في توجهها وفي اغنيه بس اخذوا منحه ثاني مش بعيد عن الخط الوطني والانساني اللي
بس هم لهم يعني جربنا هذا لهم استقلالية وبيطلعوا يعني بأسمائهم الشخصية. رجعت لحالي بالآخر. هم يعني شق طريقهم وكان يعني التفريخ للصبايا ويعني لهم حضورهم في الساحة الفنية الأردنية هنا والساحة العربية أيضا. وهذا يعني فلما بعمل حفلة للأمانة كل فنانين الأردنيين يعني العازفين أي عازف يعني بدعي بيكون سعيد يكون معي ولا واحد مرة إنه يعني رفض أو يعني استنكر عن إلا إذا كان يسافر ويكون مشغول بحفلة أخرى. فالآن يعني لما بصير أي حفلة أنا أختار مجموعة من العازفين اللي معانا الشباب أصدقائنا وبنطلع بحفلة يعني بنشتغل عليها حفلة لحالها ونطلع فيها ما عادش في قوام خاص نقول هذول المجموعة هم فرقة بلدنا. يا سيدي الله يعطيك العافية.